يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تقبل شهادة الأخرس بالإيماء والإشارة أم لا بد من الكتابة بالخط؟ لا بد من خطه هو، يكتب شهادته بخطه هو، لأن هذا يقوم مقام النطق بالنسبة له. نعم. ويقول حفظك الله، وإذا كان لا يحسن الكتابة فما الحل في ذلك؟ ندور غيره. الحمد لله، أحسن الكتابة ندور غيره. نعم.